واحد ثلاثة هاي جايز كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير المهم اليوم جينا لكم بتحدي جديد وهذا التحدي سميتو تضحك تخسر يعني ممنوع نضحكوا دابا حاليا في التحدي غيكونوا عندنا خمسة ديال القلوبه وكل قلب كيعني ضحكه يعني الا ضحكتي غادي تخسري قلب وهذا التحدي مقابل الفلوس يعني اللي غادي يخسر فينا اللي غيضحك اكثر غيخسر من عنده 100 درهم مثلا انا ربحت غناخذ 100 درهم من عند هادي و100 درهم من عند فاطمه الزهراء وهذه الا ربحات غادي تاخذ 100 درهم من عندها المهم هي غاده اون جينيرال اللي غيربح غياخذ 300 درهم هاي 100 درهم ديالي دابا مشاو عند بابا قالوا له عطينا 100 درهم دايرين تحدي وانت كتشوف حل عرف فلوسهم دابا المهم فلوسك ولا فلوس بقيتي ماشي صغير ماشي سوقي انا بعدا المهم هذه 100 درهم ديالي هما شغلهم هذاك انيويز باش بلا ما نطولوا عليكم خليكم معنا ولا كنتوا اول مره كتفرجوا فينا ما تنساوش لايك سبسكرايب كومنت شير ويلا بلش سو غادي نبداو الفيديو الاول يلا سيدو بداو نتفرجوا ناري مسكين واش الفيديو بصح المهم تحت محال يكون بصح ناري بقى فيا لا مشى فيا بقى فيا المهم الفيديو الاول داز بينا جا حتى واحد فينا ما ضحك الفيديو الثاني قال لك الفيديو اللي ما كملش منه جوجو نقزوا على الكره بدقه حامضين ماشي شي حاجه حامضين المقلب اللي راح يبكي الجميع من الضحك باين بغى يدير مقلب لباه باينه ماي ما تضحكش بزاف حاولنا نجد الضحكه شويه المغني مياو المغني مياو ضحكت ولكن انت اللي ولا اللي ضحكتي يعني ما محسوباش لا لا ضحكت هي ضحكت انا عشويه المهم هذه اول وحده دابا خسرت فينا خسرت كره ضحكني دوزو دابا الفيديو اللي وراه كان لعيب الله يرحمه كان كيلعب مزيان قريب ديري باينة غيجيبها لها في وجهها باينة سخوت كيف يدير صحاب له راسو راه في التيران هادشي بصح جاتني بحال السلايم هادي هاديك السلايم التربية لا تكون هادي غير كدوب كدوب الرملة الرملة تهزي وعاود يقولي لهم زيد شرحي لهم واحد السلايم دايرة كي الرملة بحال هكا كتبقى تلعبي بها هكا وكتبقى تجبد ولكن هي كتبقى تسيل هكا كالرملة كتبقى تسيل كالرملة ولكن هادي مكنظنش تكون بصح مكنظنش قريبا في رمضان بار لا لا هذه ماشي انا كنت ناوي نقول لكم انا ماشي انا قال لك ما عرفت تشطح خافت لا يطيح ليها الفستان انت تضحكش ندوزو الفيديو اللي وراه مبروك عليكم الشهر مسكين ضحكت ضحكت خسرت قلب يس خسرت قلب خسرتي
ودي اسويها في بعض الناس بغى يديرها شي ناس. الله كي جات كافته زهره اوه ماي جاد. ولكن ثاني راه قاصها انها يضرب لك تفصل لك شي قاصها شويه. هاد الشي حامض هاد الشي هاد الشي حامض. اذا امي قالت قربت للبيت مرة بانت معايا. ولكن المهم الأغلبية أنا دابا تعادل ثلاثة بينا ثلاثة بينا دابا بحال بحال قبل الزواج. شي معيشه اش معانا انت راه كيلعبه هي كتشوف كتشوف الكاميرا صافي ما غتربحش الفلوس انا ما لا 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 من تتزوج على ذوق امك. منين كتزوج على ذوق امك شوفوا على ذوق امك. الف مبروك حبيبتي الله يبارك فيك خير يا حبيبتي. بصح هادشي كنظن بلي زعما الام تختار لك تختار لك الزوجه المناسبه ماشي شي ما نعرف شي ما نتوقعش. يوم لي يوم لي ما هو كل يوم على هاي بكره لا صارني لا تقول ما قلت لي حامضة شنو زعما ما فهمتش الضحك ديال الدراري باسل فهمت وايل مفراسيش مسكين كلا دقة خايبة فراسو النهاية ما ادري اضحك ولا احزن. ما نشوف شنو هاد الشيء كترى لي في الاخر يحقا وقال هذاك طرات لي عليا او ماي جاد لا هادشي كذبو هادشي كذبو انا في الاول كنسحب ليه الكذب مجر مجر تانا حيت هادشي اللي تيطرى لنا في الدار كتكون الثلاجه مطردقه مزيان وباغي نسدوها صحه بلا ما نستفوها كنبقاو غندكسو وتنبغيو نسدوها هادو منهم حتى جوج تيبقاو يديروا هاد القضيه وحتى انا من هاد النوع في الاخر تنطرف بزاف مني ملي ما تبغيش تسد كتقعد في الاخر كتخرج مع الصبا ضربت فطر الزهر ما عايقاش حتى ضربت فطر الزهر صافي صافي يلا دوزو الفيديو اللي من وراه يلا. قال ميت ميت خليني اسوي حركه حركه جاكي شان قبل ما اموت يعني. الله مسكين كندق ابغى 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 وضعي مع الكحه طول الليل. انا سولوني على الكحه ونقول لكم دازت عليا خرجها من خرجها من هنا خرجها معانا
هذيك قال لك وضعي مع الكحبه طوالي دابا بجوج خسرنا دابا بجوج خسرنا انا عندي اربعه هذه عندها اربعه انا بقاو لي جوج هذه خسرت حتى هي جوج انا هي اللي دابا خاسره كل ما بغيت تصفاتي تضحك بغيتي تضحك بزز من كثر سوالف حاري داخل حق هذه ميمي ميمي واحد المشى كانت عندنا مسكينة صافي بركة وصلنا لنهاية الحلقة عري عري في صار اللي هنا عري عري شكون اللي ربح دابا هاي اللي ربحت هاي اللي ربحت انت ما ربحتيش الكبيضة انت ما ربحتيش فاطمة الزهراء انت ماكش دير ب 300 درهم كاملة كنتي تشري بها من يوبي عطا عطا كنتي تشري بها من يوبي عطا عطا كنتي تشري بها عاد مشي كيفاش عاد مشي انت ما غاداش ولا فاتها عاد تشري لي عاد لا صافي مابقاتش باغا انا وصلنا لنهاية الحلقة والفائزة معنا كيما شفتوا هي فاطمة الزهراء دابا راه باغا تاخذ الفلوس برافو وصلنا النهاية ديال الحلقة وهذه الفائزة معنا أنا خسرت ثلاثة ديال القلوبة هذه خسرت جوج هذه خسرت واحد هذه بعدا ما ضحكاتش ما عرفتش علاش ما ضحكاتش anyways دجا الفيديوهات ماشي شي حاجة زعما ما كيضحكوش بزاف وشنو نقول لكم نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش لايك سبسكرايب كومنت شير باي صافي غياو عندكم ما ديروش هادشي صافي غياو خواتي تيعياو باي باي